فهذه هنا عندك هذه المونيتورينج سوفت تولز. انا على الاقل انا ما اعرف انا ما استخدمت ولا واحده، لكن اظن حسام قال انه مع الاب داينامكس عنده معرفه بسيطه يعني فيها. نيوريلك جدا ممتاز. نيوريلك والله ما اعرفه صراحه ما حتى لو في خطا في الكود يعطيك. ممتاز ممتاز. لا لا هذه تولز، هذه ما لها دخل. شوف لا لا دقيقه بس انتبهوا النقطه هذه مهمه جدا كلامه زين، وهذه دائما تلخبط. شوف هذه اللغه وهذا الفريم ورك وهذه تولز ما لها دخل زين، واضح؟ انتبهوا للقضيه. اي اي اقصد ان الايجنت حقه يصير على شكل شغلهم. لا هم دي بيلت ذير. انا ما يهم انت ما يهمك التول هذه انه مبني وين تحط بس لينك على وين اللوجز موجوده. هذه اللوجز احنا الحين بالمونيتورنج زين، نفس الوقت يعني نفس اللوجز. هو موجود فعلا موجود. طيب اللوجز الان اللوجز اللي هو انت عندك لوجز للسوفت وير حقك زين اللوجينج، فتبغى تولز تتابع فيها اللوجز حقت السوفت وير هذا تمام، تسوي اناليسز عليها، تسوي اللي تبغى يعني في التولز هذه. انا طبعا بما اني اميل اكثر للديفلوبمنت فخبرتي اضعف في المجال الاوبريشن يعني ما عندي خبره قويه فيه تمام، ولكن على الاقل هذه التولز الموجوده اللي ابغى استفيد منها. طبعا انا اعرف اي دبليو اس لانه انا كنت محظوظ انه اول ما بدا اي دبليو اس انا اخذت كورس اسمه اول كورس اخذته في الماستر في 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 يونيفرسيتي كاليفورنيا كان سكيلبل انترنت سيرفيسز تمام عام 2006 اول ما طلعت روبي اون ريلز. فجانا دكتور من الاندستري، هذه ميزه الدكتور اللي جاك من الاندستري يعني، فجاء وكان معه اتفاق مع امازون ويب سيرفيسز انه يختبر لهم الاي دبليو اس، كانت توها ما اطلقت، فكنا احنا يعني في رال التجارب. بس كانت صراحه يعني انا في كورس في شهر في شهرين ونص يعني سويت ابلكيشن في روبي اون ريلز، كان معي واحد يعني كنا تو بيرسونز بس، سويت ابلكيشن مليون يوزرز بير سكند يعني، كانت بالنسبه لي شيء يعني انا طالع عارف سيرفر وزي لينكس وش اسمه وبي اتش بي وهذا حدنا يعني زين. فوش طبعا اول شيء تعقدنا بروبي ريلز اول شهر لين فهمناها وفهمنا كذا، بعدين بنينا بعدين استخدمنا ماي اس كيل، وبعدين بدنا نستخدم الكاشينج والسكيلابيلتي حقه حقه شو اسمه الاي دبليو اس، فقدرنا نوصل 1 مليون يوزرز بير سكند. بعدها طاح طبعا، كان في كومبيتيشن يعني في الكورس وي didn't win طبعا، في واحد وصل اعلى من شو اسمه ما نسيت والله كم وصل الرقم، بس المهم بالنسبه لي كان شيء مذهل صراحه انك مليون يوزر بالثانيه الواحده يو هاندل ذا مونت جالس بالشقه حقتك يعني شيء جدا يعني رهيب. هنا ميزه السوفت وير از ا سيرفيس. انا اسوي التست طبعا، انا اسوي كل الثنتين بس يعني سويت يعني هو امازون ويب سيرفيس عنده قدره انه يجنريت مليون ريكويست بير سكند يعني سوي سيميليشن للبروسيس. اي نعم. فنختم بال شو اسمه لعلنا ان شاء الله يعني نسوي يمكن لعلنا نسوي الكورس صراحه كامل اذا في امكانيه، لكن حسام وعدكم الان انه بيسوي الديمو بيسجلها مره ثانيه ممكن ندمجها مع شو اسمه مع المحاضره هذه. نشكركم يعني على الحضور، نتمنى ان شاء الله تكون فعلا شيء. انا صراحه كان يعني المحاضرة هذه لها هدف، تعبت كثير يعني في الاستعداد لها، جمع المعلومات هذه كلها وترتيبها، لأنه أبغى يبدأ الشيء هذا في السعودية. أنا أحس أنه هذا شيء مهم جدا وهذا مستقبل تطوير السوفت وير زين، فكنت أبغى أقدم معلومات مرتبة على الأقل المعلومات اللي يعني اللي عندي واللي حصلتها خلال شو اسمه خلال الفترة السابقة، بحيث أنه ممكن كثير من الشباب يصير عنده فكرة وش اللي قدامه جالس يصير، يبدأ يبيك الخيارات الأشياء. طبعا في أمور يعني عندك الخوارزميات هذه حاله يعني كمبيوتر ساينس باي سيلف يعني مجال كبير جدا. عندك لما تكلمنا عن معماريه الحل احنا اعطينا ام في سي، لكن معروف انه في ديزاين باترنز كثير، ام في سي هو واحد والاشهر زين، فهذا شيء مهم جدا انك تتعلمه يعني ديزاين باترنز مهم، الريفاكتورنج مهم انك تتعلم، يعني في اشياء كثيره، بس هذه يعني حبيت تكون محاضره نقطه انطلاق مضبوط لا اكثر ولا اقل، ولو قدرت تحصل منها او تفهم 20% من الكلام اللي قلته جريت يعني. انا اعطيه هذه كورس كامل ومع ذلك الطلاب يطلعون يعني ها يعني شوي ما فهموا كل شيء زين، وهذا شيء طبيعي لانه في عدد كبير جدا من التولز ومن المفاهيم في الكورس. شكرا لك دكتور.
يعني انا بقول لك هذول كنز اللي ما يعرف يعني الا لما تكون يو سبند لايك 15 ييرز في الاندستري نوينج التيرين واتس ان فرونت اوف يو. انت هديتها في سلايدين وقلت ترى هذا ستاك اوف ثينجز يو نيد صح وهذا التولز حقتها ترى هذه بحد ذاتها كنت سبند لايك يير تراي تو ريسيرش كل المهارات صحيح حقيقه قيمه كبيره جدا نشكرك صحيح حياكم الله حياكم الله. انا ودي صراحه لو واحد يفصل في لو القى واحد هذه عفوا دقيقة أسبت نشغلها هذه أنا هذه أعتقد هذه وهذه انسوا كل الباقيات this is big this is huge thing هذه الآن في ترند رهيب جدا باتجاه النو سكيل مع البيج ديتا نعم مع هانا مع غيرها زين فهيوج جدا في بروبلم كبيرة في السوفت وير انجينيرينج كيف السوفت وير حقك يستخدم داتابيز ريليشنال وبنفس الوقت يستخدم داتابيز نوت ريليشنال يعني جلسنا او السوفت وير انجينيرز جلسوا فتره لين طلعوا ايش الانتيتي ريليشنال مابينج صح الاي ار او يعني هايبر نيت الاي ار في دوت نت ريلز طبعا الاكتيف ريكوردز عفوا في ريلز وغيرها زين هذه فريم وركس اللي تخلصك من الداتابيز والريليشنال وتعطيك الموديل الافضل اللي هو الاوبجكت اورينتد تمام والأوبجكتس. فالآن دخل بالموضوع يعني أشياء كثيرة متشعبة جراف داتابيزز كولوم داتابيزز إن ميموري الأشياء هذه كلها وانتبهوا في how do you engineer your software حتى يكون عندك لاير تتعامل مع كل الأشياء هذه بنفس الوقت. أنا أعرف إن هذه حتى يبدو لي problem ما زالت في الريسيرش أصلاً يعني ما خرجت من الريسيرش إلى الآن. بس يس هالجزئيتين هذول هذا الكمبيوتر ساينس الآن فعلاً ترند حق الكمبيوتر ساينس في العالم هذا هو. في مشاكل تطبيقية ما يحلها غير الريسيرش اللي قاعد يصير في الميموري اناليتكس صح صحيح. طيب عندك تعليق حسام شيء؟ شكرا لكم الله حياكم الله. طيب احنا نشكركم نشكر وقتكم.